مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية. زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الموصل. جاءت زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى مدينة الموصل مؤخرا، وعقد جلسة لمجلس الوزراء هناك لتدارس مشاكل واحتياجات محافظة نينوى بكل أقضيتها ونواحيها، كإدراك منه للتاريخ الحضاري والمكانة الكبيرة والأهمية الاقتصادية التي تتمتع بها الموصل، وللعمق الإنساني الوجداني الذي يحتوي أبناء محافظة نينوى، ومقدار الفعل الوطني والجهد الشعبي الذي قدموه. أعطت هذه الزيارة بعدا إنسانيا تمثل في اللقاء بعدد من أبناء المدينة في أسواقهم وميادينهم العامة والحضور الميداني في أزقة المدينة القديمة في الساحل الأيمن، والذي كان مشهدا عاطفيا وديا أفصح عن مدى الرؤية الإنسانية التي يمتلكها الكاظمي وحرصه على معاينة أماكن الحدث مباشرة ومشاهدة الدمار عن قرب. حرص الكاظمي على أن تكون زيارته ذات طابع شعبي جماهيري بعيد عن الإعداد الحكومي الذي تضعه رئاسة الوزراء، وأشرف شخصيا على برنامج الزيارة وقام بتحديد الأماكن والمواقع والأقضية التي تمثل النسيج الاجتماعي المترابط الذي تتصف به نينوى، حيث الوئام والمحبة والألفة بين جميع الأديان والقوميات والطوائف. ولهذا شملت الزيارة عدة محاور تمكن خلالها الكاظمي من اللقاء بعدد من أبناء الطائفة الإيزيدية ووجهاء وعشائر قضاء سنجار، مواسيا لهم لما تعرضوا له من إبادة جماعية على يد عصابات داعش الإرهابية، ومقدرا التضحيات الجسيمة التي قدموها، واصفا إياها بأنها ستبقى علامة مضيئة في سجل الوطنية العراقية، واعدا إياهم بتنفيذ اتفاقية سنجار التي أرست أسس ودعائم عودة الأهالي إلى منازلهم لممارسة حياتهم. كانت الالتفاتة في الفهم لطبيعة العلاقة الوثقة التي تربط أبناء مدينة الموصل من المسلمين والمسيحيين بحضور رئيس الوزراء إلى جامع النوري وأبعاده التاريخية والدينية وما يمثله من مكانة كبيرة في نفوس وحياة السكان. ثم كانت وجهته الأخرى إلى بيت المحبة والسلام والحضور في كنيسة الطاهرة، أكبر كنائس العراق والشرق الأوسط، لها دلالاتها المعنوية وعمقها التاريخي الذي يرسم ملامح الأخوة الصادقة بين المسلمين والمسيحيين من أبناء الموصل.